الحقيقة يعني كان في كده حاجة لطيفة جدا من السيد الرئيس لما أخص السيدة والفنانة الجميلة والرقيقة والمحبة والإيجابية اللي بنحبها، اللي طلتها بس لما بتطلع بتبقى طلت عيد حلوة، الفنانة صفاء أبو السعود. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير، إزيك يا شفتي؟ مساء النور. أنا مبسوطة بيكي قوي وبكل الكلام اللي قلتيه، كأنك قاعدة معايا جنبي في القاعة. طبعا كل الأحاسيس الحلوة اللي قلتيها فعلا كانت موجودة بشكل واضح من الرئيس، وبعدين البساطة نقول إيه، الحتة اللي فيها يعني إنسانية وتقدير ومحبة كانت واضحة جدا بشكل كبير. صحيح، ما عندكيش فكرة أنا كنت مبسوطة لللفتة الجميلة من سيادة الرئيس. وأنا في الصالة أنا كنت سعيدة طبعا بالسيدات اللي كلهم بتكرموا، اختيارات موفقة، اختيارات جميلة وكتيرة، ويعني مش عارفة أقولك إيه. على فكرة أنا عايزة أقولك إن كانت مفاجأة بالنسبة لي. أيوة، أنا عايز أعرف المفاجأة. خلينا بقى إيه، نسيب كل الرسميات. وأنا طبعا أولا بجد، وده مش مجاملة ليكي، طلتك دايما مبهجة، يعني أنتي من الناس اللي بتصنعي بهجة للناس، سواء بأغانيكي أو بطلتك أو بوجودك، فالناس الحقيقة بتعملي البهجة ده بشكل كبير. أنت كنت موجودة وطبعا تم دعوتك لوجودك والتقدير اللي بيتم تقديره لك من الدولة، لكن لما السيد الرئيس يعني طلب وكلمك، كلميني بقى عن إحساسك كده بمنتهى التلقائية يعني. طب أنا بقى أكلمك بقى شافكي، صفاء لشافكي يعني. أيوة بالظبط. تصدقي والله أنا يعني أبدو إني فنانة، آه طبعا، وبمثل وعندي الشجاعة وعندي يعني كل حاجة يعني لازم تكون موجودة في الفنان طبعا، بس ما عندكيش فكرة أنا طبعي خجولة. أيوة. وبرتبك، فكانت مفاجأة ليا لأن سيادة الرئيس كان بيختم خلاص. أيوة. يعني أنا حسيت إنه بيختم، وحسيت انه يعني ارهاق وكلام كتير وحركه كتيره وتوصيل الناس من فوق السلالم وينزل طبعا لتحت، شيء رائع، انساني انساني جدا. فانا قلت ده احنا خلاص بنختم. صحيح. وافاجئ وهو يظهر الرئيس عنده حته المفاجاه، طبعا فراح فانا سمعت اسمي. ايوه، قال السيده صفاء ابو السعود الفنانه موجوده ما بيننا. والله يا ايوه، اتخضيتي بقى، قلتي فيه ايه خير؟ اه والله انا تصدقي يعني اتخضيت، اتلبخت، عندي حاجات كتيره كنت المفروض اقولها وعايزه اقولها، ما قلتش حاجه خالص، لاني يعني فعلا هو قال كلام مهم جدا، وقال حكايه ان احنا المسار، ان احنا ازاي نعمل اعمال تساهم في بناء بقى مجتمعات. صحيح. في بناء الشباب، في بناء الطلائع، الأطفال، كل ده في يعني أنا كمان في مخيلتي نفسي أعمله. أكيد كلامه كان مؤثر، أكيد كلامه هيضرب في دماغي كتير وضرب بالفعل. بس أنا أعتقد هنا الأول أنت اتفاجئتي، تصورتي أنه الكلام عن استعراضاتك وأغانيكي الإيجابية الحلوة اللي بتعمل بهجة، وبالتالي قلتي لسيادة الرئيس أيوة في طبعا بعد أهلا بالعيد وفي حاجات، لكن أنت اتفاجئتي أنه الرئيس يفكر في مشروع. والله يا شفكي أنت تعلمي جيدا أني أنا تلقائية إلى أبعد. أيوة حد طبعا، ويظهر ده في طريقة كلامي، لأنه كلام مش متحضر، وكانت طبعا بالنسبة لي والله مفاجأة، هي مفاجأة جميلة مبهجة. طب أول ما قالك لا إحنا عايزين مسار، عايزين موضوع ومسار طويل يعني مشروع، أعتقد أنت ما بقيتيش عارفة تردي للحظة، بس بعد ما روحتي قعدتي بقى تراجعي الكلام أكيد، يعني أنا متخيلة أنك قعدتي تسمعي الكلام تاني يعني. أكيد والله بعد ما روحت سمعت، هو أساسا كان جنبي ناس بتتكلم طبعا، وأنا مش سامعة كويس، وفوجئت بس سمعت اسمي، ففكرت حضرته يعني هيقول لي مثلا العيد بقى جاي، وأصل دايما أول ما حد يشوفني يقول لي اهلا بالعيد طبعا، فانا قلت هنتكلم على، ما خدتش بالي قوي يعني، ولكن اما رجعت كلامه
حقيقي كلام مهم جدا، وكلام يعني فعلا يفيد البشرية، يفيد الإنسان. فأنا قاعدة أفكر دلوقتي، وإن شاء الله هعمل حاجات كتير من اللي هو قالها، لأنه وجهني بطريقة ولكنها طبعا كانت مفاجأة بالنسبة لي، أنه يبقى في مسار وفي أعمال الحقيقة تقدر تنهض بالمجتمع. طب أنا هفكرك بحاجة، يعني أنا من كنت معجبة بيها إعجاب شديد جدا، وكنت بتابعها وأثرت فيا بشكل كبير، وأتمنى أن السيد الرئيس يتبنى هذا المشروع من خلالك، وهو مشروع محو الأمية. أنت عملتي مسلسل هي والمستحيل، المسلسل ده من أحلى المسلسلات، قصة العظيمة فتحية العسال طبعا، ومش عارفة يحضرني، أعتقد الإخراج كان للأستاذة إنعام محمد علي. فالحقيقة أنتوا عملتوا حاجة رائعة، وأنتي تحديتي البطلة ما كانتش بتعرف تقرأ وتكتب، وجوزها كان بيذلها، وقررت تتعلم لحد ما بقت عظيمة. أنا أعتقد ده من المشروعات لو تبنيتيها مع السيدات ومحو الأمية، لأنه الناس في وقتها اتأثرت جدا بيكي، صدقتك، الموضوع كان جيد جدا، وأعتقد أنك قادرة عليه قوي. يعني عارفة والله شركي، القصة اللي أنتي قلتيها دي بالذات بالتحديد، أنا بمشي ساعات مثلا أروح أزور حد مثلا مريض في مستشفى أو حاجة، ألاقي مثلا التمرجية اللي موجودة تقول لي زينب، أيوة أهلا وسلم عليها، تقول لي أنا عايزة أقول لك أنا ما كنتش أعرف أقرأ ولا أكتب، أيوة دلوقتي أنا معايا ثانوية عامة، دلوقتي أنا أبقى مبسوطة. أنا نفسي أنا وليه ما نشوفش طيرة. زينب، إيه رأيك إن إحنا أستاذة إنعام محمد علي موجودة، ليه ما نشوفش زينب بعد السنين دي؟ أكيد بقت دكتورة ولا عالمة ولا أستاذة، أكيد وبقى عندها مدرسة بتعلم أجيال، يعني ليه ما نشوفش بقى زينب عملت إيه؟ راحت فين زينب؟ والمجتمع إزاي أثرت فيه، وأجيال تانية بتأثر؟ أعتقد يبقى من الحاجات المهمة. كلها بقى أولاد وأحفاد بالظبط، يعني من خلال الأحفاد بقى والكده. وبعدين في مبادرات كتيرة ابتدت دلوقتي، يعني ممكن تتحط في عمل درامي طبعا فعلا مؤثر وجميل. يعني النهاردة بالتحديد في مبادرة بيعملها البابا توادرس عن حكاية إن أما يبوا يتجوزوا، يعني زواج الأقارب اللي بيجيب أمراض طبعًا وبيجيب عاهات طبعًا وبيجيب ممكن قوي كلها حد كده أو جارة كده أو زينب طبعًا بقى تكمل معاها تكمل طبعا. وليه زينب كمان مثلا ما تدخلش للمجتمعات بموضوع ختان الإناث، لأنه زينب اللي تحدت المستحيل لازم تكمل كل ما هو مستحيل في المجتمع. يعني في قضايا الحقيقة كتير جدا، أعتقد زينب عليكي والله أو والله صفاء يا شبكي والله أنا مبسوطة منك، لأنك بتكلمي حاجات جوايا والله. أكيد أكيد، يعني بجد. لأنه أنتي لمستي ده من زمان الحقيقة، ووصل لنا، وكنتي كفنانة وعملتي عمل رائع، وأعتقد هي كمان كانت قصة الأديبة والأستاذة الكبيرة فتحية العسال، إن هي تحدت المستحيل هي نفسها. فأعتقد على فكرة دي قصتها، والعلم هي اللي اختارتني بالظبط، يعني خلاص. هي اللي اختارتني للشخصيه دي في الاول مع مدام انعام طبعا. ويبقى في العمل ده لازم نجيب الفنانه صفاء التوخي تبقى موجوده معاكي، ده لازم يا روحي دي هايله طبعا. طبعا لكن انا اعتقد ان احنا من خلالك ان شاء الله، وده اكيد السيد الرئيس يعني يتمنى هناك مشروعات تنهض بالمراه وتكون قريبه الله. لانك انت قريبه للمراه، والطاقه الايجابيه اللي عند صفاء أبو السعود والبهجة واللذاذة اللي موجودة تقدر أشكرك. توصل كل حاجة. طيب خلينا متفقين أنا وإنتي إن النهاردة كان عيد، هو كان عيد والله كان عيد، عيد الأمة أولا، كل سنة وإنتي طيبة وإنتي طيبة، لكن هو عيد كمان بالكلمات الرائعة اللي سمعناها من السيد الرئيس. مش هختم أبدا ولا هروح ولا هطلع فاصل إلا لما تسمع منك أهلا بالعيد، لأن إحنا النهاردة عيد، وهغني معاكي والله. هقول لك على حاجة تصدقي، بس أنا يعني أرجوك تصدقيني، وأكيد الجمهور هيصدقني. أنا كنت عشان بعمل مسلسلين في الراديو في الإذاعة، أيوة، وعملت مجهود كبير عشان نطلع رمضان طبعًا ونخلص المسلسلة،
صوتي اتشرخ اتجرح. صوتك زي القمر، اهلا بالعيد، مرحب بالعيد. صدقيني. اكيد انا بتمنى لك كل خير، وكل الناس الحقيقه هنا بيسلموا عليكي وبيشكروكي. انا بشكرك جدا وانت وحشتيني دايما كمان. وبحب اشوفك من خلال الشاشه. نورتينا على القناه الاولى. انا معاكي من خلال المسار الجديد اللي هنعمله. من خلال المسار لازم نقعد ونتكلم ونسمع كمان الافكار باذن الله تكون اتحطت ونقدم ده للناس، وانا متاكده انك ان شاء الله تبقي الطاقه الايجابيه وتبقي المعيله وايضا المعينه للمراه المصريه. بشكرك جدا. حبيبه قلبي وشافكي، انت اساسا طاقه حلوه. الله يخليك. وتصدري الطاقات الجيده الحلوه الايجابيه للاخرين. أكيد. انا بحبك جدا. انا كمان بحب طبعا كل شيء جميل بتقدميه على شاشتك، وطبعا انا عايزه اقول كل سنه والرئيس بخير وصحه وسعاده، والسيده قارنته الرقيقه الجميله. صحيح. الام جدا المصريه قوي قوي قوي، وهي بالف خير وصحه وسعاده. اكيد انا بشكرك الفنانه الكبيره العظيمه صفاء ابو السعود، وان شاء الله تمنياتنا لك بالتوفيق باذن الله في المسار الجديد.